يقول: أنا أعمل في مزرعة، وحينما يحين وقت صلاة الجمعة وأتهيأ للصلاة يمنعني صاحب المزرعة من الذهاب، فأتركها بناء على رغبته، ولكنني أتحسر وأتندم لتركي لها، ولكنه لا يسعني إلا طاعته، فهل له الحق في هذا وليس لي، وليس علي إثم بترك الجمعة دائما؟ وهو أليس عليه إثم في منعي من صلاتها؟ يجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة بأدائها في جماعة في المساجد، ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا وطلب المعيشة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يجب على المسلم أن يؤدي الصلوات في الجماعة في المساجد، وكذلك الجمعة يتأكد حضورها على المسلم وأداؤها، ولا يجوز للإنسان أن يمنع العمال الذين يشتغلون لديه من أداء الصلاة، يحرم عليه ذلك، ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأداء الصلاة في المسجد هذا مستثنى من مدة الإجارة شرعا، ليس للمستأجر فيه استحقاق. الحق فيه للمسلم أن يذهب إلى الصلاة وأن يصلي، سواء رضي مؤجره أو لم يرضى، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى. الواجب عليكم أن تؤدوا الصلاة ولا تلتفتوا إلى هذا الذي يمنعكم من حضور صلاة الجمعة. وإذا أبى إلا لامتناع فعليكم أحد أمرين: إما أن ترفعوا أمره إلى ولي الأمر عندكم للأخذ على يده، وإما أن تذهب إلى مسلم آخر يمكنكم من أداء صلاتكم. الله تعالى أعلم. لكن يجب عليهم أيضا أن لا يستغلوا هذا في ضياع الوقت الذي استأجرهم من أجله، لأنه قد يكون السبب المانع لهم أن لا يضيعوا وقته. يتقدر بقدر الصلاة. نعم، بقدر الصلاة، لا يكون أوسع من وقت الصلاة، بقدر ما يؤدون الصلاة مع الجماعة يرخص لهم في ذلك. أما ما زاد عليه فهو على من حق المستأجر. نعم، له أن يمنع من الزيادة التي لا حاجة لهم فيها لأداء الصلاة.